اختتمت جامعة أسيوط فعاليات شهر المناخ تزامنا مع تنظيم مصر لقمة العالم واستضافتها لقمة المناخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تضمنت الاحتفالية التي حضرها مجلس جامعة أسيوط ومحافظ أسيوط ماراثون للدراجات من 500 طالب، وافتتح رئيس الجامعة معارض مستقبلنا الأخضر لمختلف كليات الجامعة. هذا وقد بعث الحاضرون ببرقية شكر ودعم وتأييد للرئيس السيسي في المحافظة على البيئة وحماية العالم من التغيرات المناخية. النهاردة بنحتفل في جامعة أسيوط بنجاح هذا المؤتمر العالمي بفضل الله لاستضافة أكثر من 190 دولة، وحقق نجاح يشهد له القصوى الدين. النهاردة كل الأنشطة اللي اتعملت على مدار هذا الشهر بنجمعها في مكان واحد، بنعمل احتفالية بهذا اليوم العالمي، سواء أبحاث علمية، سواء أنشطة رياضية، سواء أنشطة مجتمعية، كل ما تم خلال هذا الشهر بيتوج اليوم باحتفالية جامعة أسيوط. من هذا المنطلق بنتابع وبنكرم وبنعد ونضع خططنا المستقبلية، مش فقط عام لهذا العام ولكن لكل ما هو قادم. سوف نعمل كما وعدنا، وإن شاء الله شهر نوفمبر من كل عام هيكون شهر المتابعة وشهر التقييم وشهر الدعم وشهر التواجد الذي نقيم فيه أعمال العام كله، والذي نعمل فيه مشاركة مع جميع الهيئات والمؤسسات من أجل هذا الوطن.